نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في منطورة أو صورة، خدني لعين دنيا هوى في زعاني يا قلبي، اكبر بيها الغربي وما تعرفني بلادي، خدني 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 على بلادي. الله الله، بوعد حضراتكم بفقرة مليئة بالأغاني الطربية من أغاني الزمن الجميل بصوت ضيفتي الجميلة ميرنا زكريا النهاردة. أهلا بيك يا ميرنا. أهلا بيكي، ازي صباح حضرتك؟ الفل. صباح الفل. احكي لي بداية اكتشاف هذا الصوت العذب كانت ازاي وامتى؟ حبيبتي بصي، من وانا صغيره قوي بغني، احنا بيت فني شويه، بابا بيغني، فمن وانا صغيره الموضوع حباه الى ان وبغني بقى في كورالات وانا صغيره وفي المدرسه بقى واذاعه المدرسه والجو ده، الى ان في مره لقيت اعلان عن فرقه استاذ محمد صبحي طالبين مواهب، فقدمت غنى وكان في تصفيات بقى وحاجات كتير وعديت المراحل دي كلها وبس بدأت من هنا بقى هما كانوا غني. طالبين مواهب غنى، بس ما روحتي اكتشفتي بقى في نفسك موهبة التمثيل كمان فمثلتي، صح؟ مثلت، عملت 3 مسرحيات مع الأستاذ ومسلسل لسه مخلصين تصوير دلوقتي، وبس بقرا حاجات تانية يعني الصوت دلوقتي. الجميل ده اكتشاف الفنان الكبير محمد صبحي. أكيد أكيد. طب تحبي تسمعينا ايه تاني دلوقتي؟ يا من ممكن، هواه، ايه رأيك؟ ماشي، يا يلا من بينا. هواه. أوكي. يا من هواه أعزه ودلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى، أين اليمين وأين ما عهدتني، تركتني حيران صبا نائما أرى النجوم وأنت في عيش هني. يعني هايل هايل، صوتك مريح للأعصاب وبتغني بهدوء زي ما بيتقال كده، بتغني وانت سايبة ايدك، يعني الجمال ده موهبة بس ولا درستي قبل ما تلتحقي بمسرح الأستاذ محمد صبحي؟ لا انا ما درستش فن خالص، انا كمبيوتر ساينس اصلا، حاجه دراستي مختلفه خالص عن الفن، بس هو زي ما بقولك هو الباشن من وانا صغيره. عندك شغف بالفن بالظبط. فكل ده موهبة بس بدون، ما دايما فيش، لا بيتقال ما لما بتثقل الفن بالدراسة بتطلع نتيجة مبهرة، فيعني هل لو درستي هتبقى النتيجة مبهرة أكتر من كده؟ يعني كان نفسي فعلا ادرس، لانه اكيد الواحد لما يكون كمان فاهم مزيكا كنوته بقى وكدراسه اكتر اكيد هتفرق، بس هعمل ده.
انا بتفكري فعلا طبعا تدرسي طبعا موسيقى هعمل ده وتحترفي بقى في الموضوع، ان شاء الله. يعني تبقي مطربة محترفة مش مجرد هواية بتعمليها. اكيد ان شاء الله. يعني انا طبعا صوتك اجمل من ان انا اضيع وقت الفقرة في يا الكلام، حبيبتي فانا عايزة اسمع اغنية تانية. نسمع نسمع. انا لك على طول. ماشي يلا. يلا. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول مني النور. ابعت لي سلام، قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك، مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني قاسي نار حبك، قاسي نار حبك. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النوم. الله الله، والله صوتك رائع رائع رائع. يعني حتى اختياراتك للأغاني لايقة مع صوتك وظاهر فيها شخصيتك انتي وروحك انتي. أنا بتحبي مين من المغنيين، من بحب المطربين فيروز. يعني؟ بحب فيروز جدا. بحب حسين الجسمي جدا جدا، يعني من الحديث بعشقه، معشوقي يعني. و القدام كلهم طبعا، عبد الوهاب، أم كلثوم، فيروز بالأكتر بقى، يعني دي اللي بحسها قريبة كمان لصوتي، يعني فرق يعني حنينة كده. ايوه، صوت نقي وعذب كده. طب بما انك قلتي عبد الوهاب، ما تيجي نسمع حاجة لعبد الوهاب؟ ماشي يلا يلا. ممكن. لا مش انا اللي ابكي. يلا بينا. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي، لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا لي حق معاك، تبقى انت تبقى سوري تبقى انت. انا نسيتها نسيتي نسيتها نسيت. طب تعالي نغني حاجة تانية. ظالمني وانت اللي هاجرني وعايزني اتراجاك، انا قلتها كلمة وكل شيء اسم، ودي اسمتي وياك. لا دي انا مش مش محسوبة، فاكراها غني قوي. لنا مش حاجة فاكراها تانية بقى. قوي. يلا نغني حاجة تانية، اختاري بقى اللي انت عايزاه. انا بحب التواشيح الدينية جدا، طب فممكن حافظة اقول ايه جزء منها؟ من مولاي. نقشبند. يلا بينا. جميل جدا. يلا حافظاها. أقوم بالليل والأسحار سجية، أدعو وأمس دعائي، أدعو وأمس دعائي.
يعني الصمت في حرم الجمال جمال، عشان كده انا سكت. يعني مش عارفه اقول لك ايه مع بجد مش الجمال فيه اللي انتي خالص، بجد بتقدميه ده. مش فيه في خالص. مطلب جماهيري من الكنترول روم عندنا، عايزين يسمعوا منك ام كلثوم. اوكي هي شويه طبقه الصوت بعيده عن صوتك حبه اظن، مش كده؟ مش كلثوم صوتها نجرب رخيم كده. شويه، بس هم عايزين يسمعوا برضاك. ممكن برضاء، انا مش حافظه برضاك. طب حافظه ايه لام كلثوم؟ ممكن جزء من ألف ليلة وليلة، وبرضه يعني على الله بقى. نص نص. مش على حافظه الله حاجه كده. لام كلثوم خالص؟ معقوله؟ لا حافظة بس ما يعني مش بغني لها كتير، فمش ممسوكة ها قوي، بس ممكن أجرب اختاري يلا اللي انت ألف عايزه. ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء ونجومه وقمره، قمره وسهره، وانت وانا يا حبيبي انا، يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى اه منه الهوى، الهوى اه منه الهوى، اه منه الهوى، منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا، يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي تعالي، يلا تعالي بعد سنة مش قبل سنة، دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة. ده نفسك تبقي ايه؟ يعني توصلي لفين بما انك بتغني وبتمثلي، يعني فنانة شاملة، نفسك توصلي لفين بالفن بتاعك؟ بصي انا دايما يعني عندي وجهة نظر كده، انه نفسي نتمثل شوية بهوليوود في اختيار البطلات، في معايير اختيار البطلات. انا مثلا اكتر واحدة بحبها في هوليوود ميليسا مكارتي، دي واحدة تختوخة دمها خفيف وبتغني وبترقص وبتعمل افلام بطولتها. انت عندك الموهبه دي كمان، فن الاستعراض، يعني انت بتحبي تعمليه كمان. فنانه شامله بالمعنى الحرفي. بس ليه نروح لهوليوود؟ يعني احنا عندنا كمان شاديه كانت بتغني وبتمثل، صباح، وكانت اقصد نماذج رائعه في السينما المصريه. في اختيار الاسامي للافلام او للمسلسلات او وات ايفر، دايما بنروح لمعايير شكليه معينه، فانا دايما بحس انه لا، احنا محتاجين شويه نوسع الافق في الاختيار، انه لا احنا ممكن يبقى عندنا اشكال مختلفة تبقى يعني كواليفايد شوية انها تقدر عندها الكفاءة. أظن يا مرنا إن الموهبة بتفرض نفسها أيا كانت، وإنتي ما شاء الله زي القمر وجميلة ربنا شكلا يخليكي. وموضوعا وصوت وأداء وكل حاجة. ميرسي بشكرك رغم خالص، إن أنا مستمتعة جدا جدا بصوتك الجميل ده، ما كنتش عايزة الفقرة تخلص انا اللي لكن مبسوط. للأسف خلصت فقرتنا وحلقتنا. فبشكركم مشاهدينا الكرام طبعا على طيب المتابعة. خلصت حلقتنا، بكرة أشوف حضراتكم في حلقة جديدة. وبشكرك مرنا زكريا هذا الصوت الرائع، وهسيبك بقى مع الجمهور تختمي لنا بأغنية جميلة كده. نقول اختاري ايه؟ اللي انت عايزاه، نقول ايه؟ اختاري اللي انت عايزاه، تحبي قديم جديد اللي انت حباه. انا كلمة نويت انسى ليك الذكرى ترجعني، ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين، فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نادر علي ابقى احبك